انه بنك الفلاحه والتمريريه مول اكثر من 11 مجرر فلاحي على مستوى الولايه، كما نود ان نشير انه في هذا الموسم الزراعي البنك مول اكثر من 307 ملف قرض الرفيق، الرقم مرشح للزياده انه ان شاء الله هذا العام نديروا اكثر من 500 ملف. القرض التعويضي البنك مول اكثر من 2200 ملف. دونك هذا كله من اجل المساهمه في تطوير القطاع الفلاحي على مستوى هذه الولايه الطيبه.